قارة آسيا هي القارة الأكبر بالعالم، ولعبة كرة القدم هي اللعبة الأشهر بهالقارة. والعقيد عمر السومة هو هداف. Ladies and gentlemen، رحبوا معي بعقيد كرة القدم السورية والآسيوية الكابتن عمر السومة. يلا حيهم عقيد. أنا هلأ بقدر أقول أنه فعليا نورت قناتي، يعني بعد وصولي 6 مليون متابع ولله الحمد قدرت أني استضيف أكثر لاعب عربي بحبه فعليا، وكان قدوة لإلي من لما كان عمري 14 سنة. الله يسعدك يا عقيد، نورتنا. أهلا وسهلا. الله يخليك، أتشرف فيك وأنا محبي لك ومتابع، يمكن صارت صدفة. يا شوف يا شوف يا شوف. يعني معرفتنا صارت صدفة صح؟ من شلتني بمقطع فيديو سبحان الله. يعني ما أعرفك والله، حتى تابعتك على طول. قصة معرفتي بالكابتن العقيد عمر السومة أني تقريباً بسنة 2021 نزلت فيديو عم بحكي فيه عن منتخب سوريا وعن إحصائياته. وبعدين لا، الهدف اللي منشتني فيه الهدف ححطلن هلأ اللقطة، يشوفوها حطلن هلأ اللقطة. عملت هيك هدف أكا وقلت كابتن عمر السومة هيلا إلك، ومن وقتها الكابتن عمر السومة شافها وتابعني ونورتني هلأ بعد سنتين عقيد بالقناة. طيب بكل اختصار اللي حالياً حيصير عنا، عندي كذا سؤال بدي أسألك يا تمام، وبرضه ان شاء الله تعالى هيكون عنا فقرات جدا كثيره. بدي العب معك طبعا وبيشرفني هالشيء. بدنا نلعب شويه لمسات، نعمل شويه مهارات، شويه كنترولات وباصات، وكمان بدنا نسدد شوي اللي هي اكثر فقره متحمس لها مع العقيد عمر السومة ما شاء الله تبارك الله. وكمان باذن الله تعالى الكابتن عمر السومة حيعلمني مهاره، وانا حقول للكابتن عمر السومة كيف يساوي مهاره واحده، مش حعلمه لانه صعب علي. على العموم خلينا نبدا الفقره ولا بسم الله. اللي حنسوي هلا عقيد بكل اختصار لمستين هيك مع بعض، خلينا نشوف. بسم الله جو. يا سلام يا سلام، نايس. نايس نايس. لا لا ما تجي، انا مستحيل. تعرف تعملها برا وجوه؟ شلون يعني برا وجوه؟ ها برا وجوه. اوكي هيك برا اي جوا، هاي اسهل شيء. هاي نايس حلوة. نايس حلوة. جيم برد باليسار. يا سلام باليسار. يوه لا تروح الضامة اذا عملها مرتين. نايس عقيد، نايس عقيد يا عيني. يا لو اعطينا العقيد عمر السومة كرة مثل هيك شنو ممكن يسوي فيها؟ يا سلام. تعال كنترول انت. تو تاتش شو تاتش، ها اكثر من تو تاتش ما فيها. طيب يلا بسم الله. ها وين تبين؟ ها 1-0. العقيد عم يلعب لي اياها صعبة. لا صعبة تحت. ثلاثة صفر. هي دائما لما تلعب مع واحد توتش اعطيها تحت الركبة، تحت الركبة. والله جبتها. تعلمنا تعلمنا من غلطنا المرة. بعدها بعدها توتش. نايس. جيب جيب. نايس. ياي هاي علي علي. نروح هلأ باصات وكنترولات. هيدا عمل لك تحدي أنا على الجول بس تخلص. جميل. خلينا نسوي أشي باصات وكنترولات. يلا سلام. على عرض الملعب. يا هنلعب هلأ مع العقيد شوية باصات وكنترولات على عرض الملعب. بسم الله. نايس. نايس عقيد، نايس عقيد. هيدا شوف اليسار تبعك. نايس عقيد اليسار يسار. جا
شكله جاي هون. هذا مضايفه مش افضل الدايه. عم يحاول يروح يغير الزاويه تبعه عشان تصعب عليه اكثر. جاي هون اسمع جاي عندك. حلوة شرع الطاير. عيني عقيد. يا سلام. نايس. يا عيني عقيد. الله. صعب. العقيد عم نوليها نيكل بول. عم يتقصر مشان يحط لمسي تحت التقييم. حقه العقيد. نايس. حلو. نايس. ما شاء الله. لا تطيح. آه. يا عين عقيد. نايس. بالشركن. بعد لا. نايس عقيد. بعيدة. نايس. نايس. الله حلو حلو. نايس. حلو 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 الكنترول. ها نايس كنترول. يا عيني يا عيني. الله. العقيد هيك. العقيد هيك زين. ما عم ساعدت الشبك. ها الشبك ساعدنا. نايس عقيد. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. فوق التقييم يعني فوق التقييم فعليا. لكن تصريح حالي من العقيد. مين افضل لاعب لعب لك وسط بالحياه؟ انت. عقيد حاسالك هلا كذا سؤال اجابتهم بتكون سريعه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز؟ تفضل. طيب بسم الله. اقوى مدافع واجهته؟ تكلمت اكثر من مره يعني ديجو اللي كان بالهلال البرازيلي. هل تتوقع تواجد سوريا بكاس العالم 2026؟ اتمنى ان شاء الله باذن الله تعالى. جميعنا بنتمنى. لكن سهل هذا الموضوع بده عمل. بنجي هلا للسؤال اللي هو بعام 2018 الركله تبعك الركله الحره الفاول تبع اللي شفته بالمنتخب السوري ضد استراليا. شو الكلام اللي قلته قبل ما تسدد؟ والله انسالت كثير هذا السؤال لكن هي طلعت يعني بالكاميرا انه ان شاء الله ما تكون بالحيطه يعني. لكن انا ما اتذكر والله تكلمت بالضبط يعني ايش كنت اقول. من الادرينالين اللي كان موجود يمكن. والله لانه انا كنت يعني كنت اتكلم انا والشباب قبل بليله انه ممكن النتيجه تكون 2-1 ويجيني فاول اشوطه من تحت الحيطه حتى. يا الله. كنت اكلم الشباب بالغرفه يعني كنت هيك متخيل السيناريو. فلما اجت يعني خنقتني العبره بهذيك اللحظه وما اعرف ايش تكلمت والله. لكن طالع على الكاميرا انه ان شاء الله ما تكون بالحيطه. طيب بقدر اني اوصف اللحظه هي باكثر لحظه توتر عشتها بمسيرتك؟ مو توتر بقدمه انه قلت لك انه انا كنت قبل بيوم كنت عايش السيناريو يعني. لما اجتني يعني واخر الدقائق فهذا اللي اكثر شيء اللي. لكن توتر شوف بالملعب ما في توتر يعني. التوتر لما لاعب يكون طالع جديد. لا يكون طالع لاعب جديد على الفريق الاول. لكن صار لي فتره طويله يعني بالملاعب. 2006 لعبت فريق اول. نعم ب 2006 لما رحت بالفتوه كانت اول مباراه اللي ضد حط الطين نزلت بديل. اوكي كنت متوتر قدام الجمهور لكن المرحله هاي تعديتها يعني. جميل. طيب افضل موهبه سوريه صاعده حاليا بالمنتخب؟ طبعا المنتخب السوري حاليا بالجهاز الفني اللي بنقدر نسميه الجديد استقطب مواهب جدا كثيره. انت مدحت لي خلينا نقول قفل هوا كثير منهم. لكن خليني بدي اياك اسالك انك تسمي لي واحد منهم تقول ان شاء الله تعالى انك شايف فيه ممكن يكون افضل منهم. ما اقدر اعطيك اسم واحد. اعطيك اسم ثلاث لان هذول افضل يعني هم هذول الثلاث اسماء اللي راح اعطيك اياهم. جميل. يعني انا نفسي ماني يعني واحد افضل من الثاني. ترجع تعيد السؤال مره ثانيه يطلع هذا افضل من هذا. فهذول الثلاثه يعني اللي هو عمار رمضان. عمار رمضان. محمد حلاق. جميل 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 جدا. بنوجه لهم احلى تحيه من هون. طيب اجمل لحظه لك كلاعب كره قدم بمسيرتك كامله؟ طبعا في لحظات كثيره الصلاه على النبي ما شاء الله مسيره استمرت تقريبا حوالي ال 20 سنه فبدنا هيك لحظه مميزه تكون فيها. هي ثلاث لحظات. ثالثه انضافت قبل اسبوعين. وانا
كنت حاضر فيها بالمدرجة. أول لما حققت الدوري مع الأهلي، والثانية لما انتهينا الملحق ضد إيران، كان أول هدف لي دولي بهذيك المباراة، واللي نهائي كأس الأمير. نهائي كأس الأمير كان بصراحة مستواك أنذر ليفل، والله أنذر ليفل يا جماعة. أنا شفته من أرض الملعب، الثلاث أهداف كانوا مش طبيعيين، وكان له دور جدا كبير فيهم، سواء مسجل هون أو له دور فيهم. على العموم هيك بنكون خلصنا الأسئلة تبعنا، وحننتقل هلا للفقرة الأمتع اللي هي فقرة التسديد. جاهز عقيد؟ يلا بسم الله. كريستيانو ب 2008 لما شاط الفاول على مشاط هيك نكبه 90 اليمين، عرفت اشهر فاول تقريبا له، شاطه بنفس التكنيك هذا، وما شفت بحياتي لاعب بيشوط مثله غيره. صح، هو كان هون تقريبا. يب 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 يب. الله يا اخي تكفون، نحن لساتنا عم نحمي براءتك فقلي انك صورتك. تكفى نحن قاعدين لسه انا قاعد عم بقول له انه عم نحكي عن الفاول تبع كريستيانو رونالدو بعام 2008. انت شفت ايش صار؟ صار عمل مثله ما يروح على المرمى. دائما لما تشوط ارسم خط بعينك على المكان اللي تريد، ضل طالع فيه عادي، لما تريد تشوط بس تروح على الكره. معلومات من عقيد السفيد. انت عم تشوط هيك؟ لا انا طلعه ونزله. انت بدك اب اند داون. انا بشوت الاب اند داون بس بشوته من هون. لا هي مو انت اللي عم تطلعها وتنزلها، هي عم تطلع وتنزل لوحدها. الطريقه هاي اللي تحكي عنها انت، هاي الطريقه تقدر تشوتها بس ما تعرف الكره متى راح تنزل. الطريقه اللي تحكي عنها، لكن الطريقه اللي شوت فيها انا خلاص بديها تنزل عند الجول. هي طريقه التوب سبين اللي عم يشوت فيها العقيد عمر الصومه، هو اللي بيتحكم بنزول الكره. كابتن ماجد هاي راح اشوت نفس الطريقه اللي تتكلم عنها بس ما تعرف امتى راح تنزل. صحيح، انا اغلب تسديداتي فيها مشان هيك فوق. راح اشوط نفس طريقتي بس بقوه. دقيقه، انت لسه هلا ما قويت يعني؟ لا عم بطيها هيك خفيف هلا، هاي بقوه يعني اريدها تروح خلاص، يعني الحارس ما يمسك مستحيل. الهي اذكر الله يا جماعه، ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. صاروخ، امسك، اريدك تمسكها حاول تمسكها. العقيب بده يشط قدم الضعيف لانه تعب من قدم القويه، طبيعي جدا من المسافه هي. عم نحكي عن مرمى 4 امتار ونص 5 امتار، عم نسدد بمسافه 23 متر، ما شاء الله تبارك الله. شوف باليسار اقدر اشوط نفس الطريقه انا بس ما اقدر اطول. ما شاء الله، اليسار متحركه عندك اسهل من الثابت. متعه. يوه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. الكرة انفجرت ولا لسه يا جماعة؟ عقيد انت عم تشوط من نص الكرة عم ترفع رجلك بعدين؟ انا لما اشوط هي هون. اوكي، انت عم تشوط باصبع رجلك الكبير. طبعا هي طريقة تسديد خاصة بالعقيد عمر السومة والصلاة على النبي، باصبع رجله الكبيرة. انتم شايفين الباور اللي عم يطلع من التسديدة، حرفيا شيء مو طبيعي. تعبت. نحن لساعتنا بعاد، لسه ما اجينا من المسافة الصح اللي بدنا نسدد فيها. العقيد بس هيك قاعد عم يحمي يعني. تتحدى شوط انا حارس؟ انا شوط؟ ومن دون كفوف. كم شوطة؟ خمسة. من وين؟ من وين ما بدك. الله الله، من هنا. تعرف ايش كانوا يسمونه صغير؟ تلعب مهاجم، كانوا يسمونه مرسوم. طب النسخة الأصلية موجودة هون. بالعقل مو بالقوة. الله الله عقيد، ضلك ثلاثة إذا بدك قرب. لا تمام مويد، هدف واحد. لا هذا حلوة خلاص فاز. هذه أنت ما تجيبها. هذا سجلت في حياتي. لا حبيبي فعليا، الله يعطيك العافيه، سجلت في حياتي. تعبناك اليوم. حداك بلنتي ترى شوط بقوه. كابتن عمر الصومه لو شات من هون بلنتي جي لو اجت بالحارس. مايد نحن بدنا اياك لسه. جاني مدرب روماني اعطاني التكنيك لبلنتي. فين التكنيك الروماني؟ التكنيك الروماني راح على رومانيا. اسمع، اعطيت التكنيك الفرنسي، الروماني كان على اليسار راح في فرنسا على اليمين. يلا خيره، طلعتك على رومانيا، بروح اعملك روح على فرنسا احسن لك. عقيد انت ايش بدك من لاعب الصلاه على النبي؟ يعني البلنتيات عنده زي شرب المي بمدرجاته بكل شيء. وقف لا تنط، انا لما تنط عم اقرر الشوط. جاهز؟ ترى صديت بلنتي ضد الاهلي انا والله. يلا هلا حيحط حرته فيك. الله. 5 من 5 عقيد. بدي تصريحك عن ضربات الجزاء هي، بصراحة هل واجهت فيه أي صعوبة؟ ما واجه. مؤيد يعطيك العافية، شكرا. يعطيك العافية. لا هذا، شوف هذا التكنيك صعب على الحارس، صعب كثير. إذا لاحظتوا الشغلة إنه بكل مرة العقيد قاعد عم يشوت فيها شوي والحارس عم يرتمع عكس الجهة. ما يلحق. طب شو السر بهالموضوع؟ شو السر بهالموضوع؟ أنت لما تحط رجلك الحارس هون ياخذ قرار خلاص، ما يقدر ينطر، يعني إذا نطر حتى لو شت بأي زاوية هو متوقع ما يقدر يجيبها. عم تواجه عمر السومة، عم تواجه عقيد، عم تواجه
اللي المستقبل اللي يشوط بنفس الطريقه هاي يتحرك. لا لا تحرك قبل ما يشوط الا يوصل عند الكره. ضل تحرك هو حركتك روح هيك وتعال. هو هيك ولا هيك هيجيبها بعدين خفيفه فممكن الحارس يصدها. اي انت دائما روح مو تطلع برا المكان. روح وتعال خذ الزاويه الثانيه. افتح لك ايتك انا يلا قاعد يقول لي شوط بقوه. بدي اختبر نفسي. ما راح احط بزاويه راح اشوط بقوه. جيت عندك انت وحظك. اذا جيت بوجهك ما لي دخل. راحت الكاميرا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وحش معيد نايس. دخل هو والكرة هدف. الله الله ربي ما شاء الله. انا بدي اجيب الكاميرا بس مو راضي تجي. فيدا العقيد. اوه ما شاء الله. بس حلوه حلوه صح. هاي كلها مرتدات هاي تجي عليه. اه صح صح. بس عقيد ما في سترايكرز مثلك هيك الصراحه عندنا. حلوه نايس. هاي تمسكها. يلا امسكها يا محمد. قوم هاي. هذا اللي قصده عليه العقيد. الكره لما بترجع تجي مرتده. هاي شتتها لبعيد تعطي جود. هاي تروح هيك اوكي ما عندك مشكله. أوه. اوبا الله عليك. هاي هاي العقيد ما عندي شوط. لا حاول شوتها هيك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نايس. حنكمل لحد ما واحد يختمها بهدف. هاي جول خلاص ختمت. لا 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 لا. يو تعبان حارسك. لا تقول عنه تعبان. هذا رايح المنتخب الصراحه. معسكر رايح بعد بعد يومين. والله ما شاء الله. فنان فنان صح؟ لا لا. مؤيد ايش بايك وشك؟ مؤيد في زرع. مؤيد هذا المعنى الرسمي اللي اكلته الزرع. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يلا المنتخب ناطرك. ها ان شاء الله باذن الله. شد لنا حيلك. ابشر ابشر ان شاء الله. اسمح لي اجيب المته. في عندك مته هلا؟ طبعا جيب المته. طبعا جيب المته يا جماعه. العقيد عند المته شيء مقدس. المته المته عبال ما تجي المته عقيد. في هيك شغله بدي اياك تشرب المته برواء وبدي اياك تقبل منها الهديه هي. ممكن تجي يا شباب. تحيه للعقيد. اهداء هيك صغير مثل ما بيقولوا. هي اهداء صغير. ترى والله ما يحتاج يعني خجلتوني. من تيم اف بي اي الكابتن عمر السومه. الوصول للهدف رقم 302 في مسيرته الاحترافية وكونه اللاعب الأعلى تسجيل الأهداف في قارة آسيا متمنين له كل التوفيق والنجاح من بشار عربي وتيم اف بي اي. تحية يا شباب. أعطيه أعطيه المتة. أهم شيء رواي العقيد. عقيد قبل ما ننتقل للفقرة الأخيرة بدي إياك تعطيني تشكيلتين خماسيتين هم من المفضلين عندك. واحدة بأوروبا واحدة هم بالوطن العربي خليني أقول أو من اللاعبين العرب بالدوريات العربية مش برا. وطبعا أنت هتكون الكابتن فيها. خلينا نبدأ فيها للتشكيلة العربية. بسم الله. خماسية بدك مهاريين. خماسية مهاريين اللي بدك يا روح. الكابتن عمر السومة أول شيء موجود. أنا مهاجم. أوكي صلاح. صلاح مش موجود لأنه من الدوري الأوروبي. بدي من الدوريات العربية. الدوريات العربية مو عربي. سالم عموري خريبين. أوكي الحارس مو يتكرنيب. أحمد مدنية. جميل. لأن لعبت ضده مرة بالخماسي ف يعني عجزني ما أقدر أسجل. جميل 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 جدا. تصريح جميل. طيب ناخذ هلا التشكيل الأفضل أوروبيا. مارسيلو لأني تفرجت عليه بالخماسي. صلاح لأني أنا أحبه على المستوى الشخصي. جميل. رونالدو. كريستيانو. يا عمري يا الله. سبا سبا وانا سمحتوا. سبا وانا سمحتوا. كورتوا. جميل. لاعب الأخير راموس. اوه هيك انتهى الموضوع. التشكيلة هي تقفيل بواب. خمسة صح؟ ياب هي خمسة هي خمسة. يعطيك العافية. طيب هلا بما انه نحن عم نحكي عن الخماسي والمهارات انت هتعلمني مهارة وانا هحاول اني ما بدي يا اخي ماني قدر انا ماني قدر اقول اختبرك او علمك مهارة يا اخي. لا علمني ما في مشكلة. اوكي علمك مهارة واحدة. ليتس جو. في شغلة لازم الناس تعرفها. ترى انا احيانا اتعلم من اللي اصغر مني ما في مشكلة. ترى كرة القدم تخلص ولسه بتتعلم. صحيح صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. التحدي الاخير مثل ما قلنا عقيد انت عندك مهاره وانا عندي مهاره. خليني اشوف اول شيء مهارتك. بسم الله. يا اخي كلها تعرفها. لا روح. الله اعملها يا. طب والله انا بحياتي ما سويتها لهي. طيب بدي تايمر 3 دقائق. بيكون معي 3 دقائق مشان احاول اسوي الحركه هي. الكابتن عمر السومه طبعا انت هتحاول تعطيني شويه تيبس لو انا غلطت. اوكي طيب انا شفتك اول شيء حطيت هي هون. إيه تحطها ترفعها وتاخذها بنفس الرجل. بتخلي قدمك الثانيه قدامه شوي صح؟ والله ما اعرف بس انا متعود عليها يعني اعملها كثير. انا شفت مارسيلو عمل بالمويبه بالفطره. بسم الله. صح انا عيد التايمر. اوكي عادي عادي خليه تنط فوق. لا تنط قدام. نط هون. بسم الله.
هاي يا كيف عم ترفع؟ خليها تنط قدامك. اوكي قدام 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 اوكي 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 قدام وبعدين لف رجلك. نايس. لف رجلك من برا مو من جوا. نايس. الاسرع الرجل اسرع. تمام. لا تخليه تروح الكرة، أنت عم تروحها عندك هيك. أوكي. لا. خلي أرفعها لفوق. قدامك قدامك خليها هون. نايس. ما شاء الله. بأصبعك رجلك الكبير ارفع. يلا كمان. يا أخي والله العقيد طلع مهارات لعب مباريات اللي بدكم إياها اللي بدكم إياها. ضربها ضربها حاول تضربها برجلك وتجيبها على طول. كم بقى التايم؟ 42 ثانية. لا إله إلا الله. من البداية شوف بشار هاي حركة هنري اللي هي هاي. اوكي نفس نفس مبدأها بس لا تاخذ باليسار خذها باليمين تاخذها من الحركة عادي تيجي 10 ثواني لا باقي لك اخر محاولة تكون لا اوكي 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 المهارة تبع العقيد هيك ما قدرت نسويها حاعطيه انا هلا مهارة اللي هي مهارة رفعت مارسيلو خلينا نسميها تمام نيمار او رفعت نيمار اللي بدك اياها كل البرازيليين بيسووها نايس تمام هاي ذاكي 3 2 1 جو يلا طيب شوف حبدا هلا بكتب سريعا هيك تمام عقيد انت حتعمل تو موفمنت حركتين تمام اول حركه هي انك بس هيك فهمت شلون ارفع هي هيك بس ايوه الله هي هي بس هذا السر هذا هي بس هي هذا السر مع يعني تنط برجلك نفس اللي تطش بها الكره نط برجلك نط ادفع وبعدين افرد رجلك الله 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 طب ده يا عقيد عقيد انت بتتذكر لما اجيتك على قطر على بيتك ايش اللي حكيت لك اياه حكينا هيك عن الحركه هي وقلت لك بوعدك صراحة. باذن الله تعالى انه خلال ان شاء الله تعالى اقل من دقيقه هي النطه السر حتعرفها النطه هي السر هيك وفيت بوعدي الله يسعدك يا عقيد نورتنا هون بالقناه ما شاء الله تبارك الله عليك اكتسحتني اكتساح مش طبيعي حبيب حبيب بشار ان شاء الله نكون خفاف على الناس وينبسطون ويستمتعون بالحلقه طبعا طبعا دام انت موجود انت ما شاء الله عليك الله يوفقك انا بشكل عام احب الانسان الناجح انت بديت من الصفر والله كرمك ووصلت ان شاء الله توصل ابعد ان شاء الله يا رب يا رب باذن الله تعالى بشكل عام يعني كثير طلبوا مني لكن انا مو لان انت من بلدي هذا واحد اثنين بس انا احب الانسان الناجح احب الشخص اللي يبني نفسه بنفسه بالله بالله انا لما اسمع هيك شهاده من العقيد شو لازم اقول حبيبي الله يوفقك لازم اقول الله يسعدك توصل ان شاء الله توصل يا عقيد باذن الله باذن الله تعالى شكرا كثير لمشاهدتكم ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بنشوفكم ان شاء الله على خير في امان الله يعطيكم العافيه